طب ايه الثابت الصحيح في فضل سورة البقرة وآل عمران يا شيخنا في حفظهم يعني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيايتين تحاجان عن صاحبهما عند الله عز وجل. تمام. طب الزهراوين يعني ايه بقى؟ البقرة وآل عمران. تمام. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.